أنا اسمي عمر محمد حسين، عندي 18 سنة، عملت بتر من سنتين تاريخ 21/12/2020. سبب البتر تشخيص طبي غلط، أدى إن أنا قعدت أتعالج 3 سنين من تشخيص طبي من الإصابة اللي جاتلي، جالي خراج جنب العظم في المصة بتاع الكاحل، ويعني وجي بعد منه صوصة في الأصابة بتاعة الرجل أدت للبتر. انا بحب الصناعات الجلديه وبنزل يعني كل فتره، ان والدي بيكون بيعوزني في حاجه، ان اصور حاجه او اساعده في اي حاجه بنزل معاه، وده هي عشان انا بحب الصناعات او المتن يعني. هو والدي يعني بيطلب مني حاجة، أقف على بنك التفصيل، أقف على المكبس، أخلع مسمار، أخلع الفردة، وهكذا أنزل أبيع. يعني أنا ببيع يعني كويس، والناس بتحبني بسبب الحكاية دي. يعني باجي الصبح لو ورايا حاجة من امبارح أخلصها، والدي طالب مني حاجة أصورها أنزلها على الصفحة، أنا أصورها وأنزلها، هودي شغل الزبون أوديه، وهكذا. عم طبعا بيساعدني في المكان، ولما كنا مش موجود بيبقى حاضر مكاني هنا. عمر بياع نظيف، بياع كويس، ناصح، متكلم، وبيقف معايا على المكبس، بيخلع لي مسمار كده. يعني ربنا يحفظه يعني ويكرمه يا رب. احنا هنا بنصنع احذيه، بس احنا بنصنع احذيه بطريقه يعني ايه، بطريقة الكواليتي بتاعها عالي. يعني احنا هنا الجزمة دي بطانتها كلها جلد من جوه، الفرش بتاعها هنا ده بتاع شركة شول، الجزمة كلها جلد طبيعي والفرش بتاعها جلد طبيعي ومتخيطة، والنعل بتاعها رابر. جزم يعني عم نعمل بنيجي نعمل حاجه بمواصفات، حتى الشبشب برضك بنعمل شبشب طبي برضك بمواصفات، فرش جلد طبيعي، لاديكس طبي تحت الرجل، حاجه عاليه يعني الكواليتي بتاعها عالي. والله عمر يبص لدراسته، لان دراسته دي هي سلاحه، ويعتمد على الله، استعن بالله ولا تعجز. لان عمر يعني عمر مؤمن بالله سبحانه وتعالى. لما كان داخل اوضه العمليات فالدكتور بيقول انت عارف هنعمل معاك ايه، فكان بيضحك، فبيقول له الحمد لله ان ربنا يعني ايه خد واحده وساب لي واحده. فكان يعني عمر مؤمن بالله، ويعني متقبل اللي هو فيه كده بصدر رحب. والله هو الاسره ربنا يكون في عونهم، ابي وامي كانوا في ظهري وعلى طول يعني هم بيخليني اصبر. وهو ابتلاء والدي يوم العمليه كان معايا بيقول لي ان ده ان يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ان انا لازم اصبر علشان ربنا يجازيني خير، ان انا لو عملت اي حاجه يعني قلت لي يا رب ما ينفعش كده، انا بقنط من رحمه الله، فما ينفعش ان انا اعمل كده، لازم اصبر وربنا هيجازيني خير في المستقبل ان شاء الله. انا ان شاء الله يعني في ثالثه ثانوي عام السنه دي ان شاء الله، ان شاء الله يعني احاول ان ادخل كليه الالسن او كليه لغات الترجمه، فاللي انا حاطط عيني عليه ان شاء الله يعني احققه في مجالك. سالت لاي حد بيمر بنفس التجربه اللي انا مريت بيها، مفيش حاجه بتقف، انت هتقعد تصور، هتقعد تعمل كل حاجه، مفيش حاجه بتتغير، انت ما عليك غير انك ترضى بالقدر، ولو وصلوا لهم بغير حساب انت هترضى بيه، ربنا هيجازيك خير، واللي انت عاوزه ربنا هيحققه لك. انت ممكن ما تعرفش ان اللي انت عاوزه ده هيتحقق انت، بس انت ما عليك غير الصبر، ان شاء الله تحقق كل اللي انت نفسك فيه.